قبل نظل على نفس الخطا ما يصير، لازم صحيح الخطا مالتنا، غلطت غلط دراستي لين تركت دراستي ندمت عليها، ان شاء الله ارجع لها ما اعوضها ما اظل هيك شيء. الاخطاء يعني نوبات انت يعني بالاخص طلاب هالوقت هسه المدارس يعني ما يدرسون، فنوبات نضغط عليهم، يعني هو الضغط صحيح مو زين، نوبات ياثر عليه، يعني تعال اقرا اقرا ما يجيب نتيجه، يعني متعبين اكثر من اللازم، يعني هسه في كل بيت صارت مدرسه مو مثل قبل، قبل احنا ما حد يدرسنا، يعني خلصنا من اعداديه وكليه وما ادري شنو هذه ما حد درسنا ولا حد علمنا القراءة، هسه عنا كل بيت لازم به مدرسه، هسه الطالب والنوبه دخله دورات وهم يجيب الراس على الراس، فتدري احنا نضغط عليهم بسبيل على مود حتى عنا نرفع من مستواهم، يعني الواحد حتى عنده طموح يحصل شهاده يحصل منصب يحصل درجه وظيفه، صح لو لا؟ اي اصححها ليش؟ اذا كنت ضربت ابني اصالحه يعني انقهر عليهم ليش اولادي؟ اي والله خطات ويا شخص كنت اشتغل وياه بعديا، يعني انا ما اعترفت بخطئي بعدين ورا فتره تراقب، يعني انا ادركت بانني خطان ولازم اعتذر له، وبعدين اعتذرت له وفهم الموضوع، بس كنت انا خطان لان ظلمت لهذا الشخص. ايوه اعتذرت له ومش الحال. صححت خطأي. صححت الخطأي لما اعتذرت له، بس يعني ارتاحت، لان انا لما خليت بموقف محرج هذا الشخص حسيت انا ظلمته. ويعني ماكو ورا فتره وجيزه انا عرفت بان هذا انا كنت خطان بالقرار على هذا الشخص. رحت اعتذرت له. هو صح ما تفهم الموضوع بصوره مباشره، بس وراها بفتره تفهم الموضوع شي انتهى كل شيء خلاص. يوم من الايام ويا اخويا يعني شويه، واني هو تقريبا اصغر مني، واني رحت عليه حتى لو اكبر مني، حتى لو هو اصغر اني اكبر منه، ما ابي شيء اذا واحد يعتذر من احد، لان عم نشوف الدنيا شلون صايره. دخنت وتركت. تركت التدخين. هذا غلط الشيء فصححت. فتركت التدخين. نهائيا؟ نهائيا. الحمد لله ما خطأت بحياتي. ماكو واحد معصوم من الخطأ، جل من لا يخطأ. فهاي الخطأ ممكن يعني عند كل انسان، بس الخطأ بحدود. لازم حدود. يعني ماكو بشر ما يخطأ اقول لك، كل بشر لا يخطأ، ولكن البشر من يخطأ يحاول ان يصلح الغلط ماله. يعني مرة امي زعلت علي، ما نمت الليل جت رابطتها ثاني الصبح. شنو سبب زعلك؟ لا تعرف انت الامو شوية، الا تزعل على الواحد. زين. مرات يعني شوية تصيح الأم يعني ما بيها شيء لا أكثر ولا أقل. وأنتي؟ أني؟ أي هم خطأت بحياتك حاولت تصححين الخطأ؟ خطأت بس ما قدرت أصححها، يعني من تركت الدراسة. أي فما قدرت أصحح، يعني بعد تركتها ما رجعت عليها. متندم على هذا الشيء؟ أكيد. هو يعني مسوى اخطاء وارد اصححها، وهسه وبعد مسوى اخطاء وارد اصححها. من اعرف نفسي خطان بفد شيء ارد يعني مثلا اصححها. اي فما اخلي اي نقطه عليها ان شاء الله. يعني في النوبات يعني اخوتي اقول لهم يلا بدلوا ما ادري شنو هاي. اي بدلوا شلون بعدين اعوفهم واطلع. اي بعدين لا ارجع الجوع شو اسمه يعني شلون استخطيهم وارجع اخذهم وياي. الانسان من يخطا يحس انه غلطان، فاكيد يحاول يصلح الغلط مالته حتى لا يوقع بخطا اكبر. مثل غلطان بحق احد، فاكيد يعني وراه اندم على هالشيء، فاحاول انه اصلح هذا الشيء. هاي فشيء طبيعي، هاي حاله يعني شلون نقول حاله انسانيه اكثر ما تكون يعني الخير اكثر من الشر نقول. فطبيعي الانسان ما يكون من يمر بتجربه انه يخطا فد خطا، يقوم اللي عنده ضمير يحاسب نفسه. يبدي يرجع يراجع نفسه انه اخطا بحق هذا الشخص، يعني اي كان صديق او اقرباء، يحاول يصلح من الخطا مالته. انا اكو خطا مثلا ويا الوالد. نعم. يعني فد مره تجاوزت او فد مره غلطت طلعت عنا الطريق، تعرف شاب وتوفى الوالد، فمتندم على هذا الشيء. حبيت انسانه لسانة يعني صارت مشاكل أنا وردت أرجع لها بعد ما صارت لقيتها متزوجة، فهذا الخطأ اعتبره خطأ حياتي.